سم يا اخي قايل لك ذكاء. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جبتكم مقطع ماب، واليوم معي محمد فايروس. يا وش اقوم يعني؟ فانا اقوم على طول بريح. حلو حلو. يا ريت تقولون نعيما يعني وتحطون كود شو فيصل. ها؟ لا كات كات يا مخرج كات كات. جايبكم ماب اليوم اسئله او الغاز عن الشابتر الاول. السلام عليكم، هلا والله، هلا وسهلا فيك. ماب اسئله مكون من 10 اسئله عن لعبه فورتنايت الشابتر الاول اللي هو السيزون الاول. اذا حاب تدعمني لا تنسى كود شوب. فبسم الله خلونا نبدا. انا ما ادري صراحه الماب كويس مو كويس، بس كفكره مره رهيبه. ويقول لك ان في مع كل ليفل او كل سؤال يجي فيه تحدي، يعني مو بس او اختر هذا ويجي ذا، لا يكون في تحدي. فبنشوف هل في تحدي يعني مره صعب ولا لا. يقول لك وين ذا باتل رويال واز كريتد ان فورتنايت، متى تاسس باتل رويال في لعبه فورتنايت. اوه حاطه بالعرض 2016 2017 2018 2011 اتوقع. شوف هي 2017 تمام، ولكن ممكن 2011 تاسست الشركه واللعبه وما ادري ايش. متى تاسس باتل رويال في لعبه فورتنايت؟ باتل رويال في 2017 على ما اعتقد، في 2017. شكله موت شكله موت. ها اوه صح عليك، حلو قاعد تشوف هنا. يقول صح عليك جريت والله دكار. انا جايب الشخص صح شكلي. السلام عليكم، معاكم جينيوس اليوم. جينيوس او جينيوس كي اس اي. لا بد وين الجينيوس وال الله لا اصيدني دقيقه قاعد تيجي معي. ايزي اللي بعده، ما في ذا، ما يطلع الا في الفخ اللي عندك ذا. يلا يا مستوى 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 مستوى. بدي احط كل هذا. لا لا اشين اشين اشين. كم تير في السيزون الثانية؟ تعرف الاجابه انت؟ والله شوف انا اقول لي 80 يا 100. اقرب اقرب خليها 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اصبر الموت. جد يو ريدي 100 يعني غالبا حق البقره هذه جابت فيني عيد الله يعطيها العافيه. اقول لك تعال 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 تعال. غشيت انا. السلام عليكم، معكم جينيس. معكم جينيس. ما غشيت ذمك؟ هو كلنا نفس بعض بس انه لا والله اني ما غشيت. لا انا عارف انه 70 كنت يعني متخبط بين 75. يا ربي افك ورضاك. وش ذا؟ 10. طيب وين نروح؟ انا على بالي هذه ترجع لورا، من كثر ما العب مبات حسيت انها راجعه لورا. كذا؟ بس كذا؟ لا والله مو بس كذا. يا الله ليه يا اخي ليه؟ والله انه قايل هو لسه ما ورانا مشوار. يا ولد ايش فيك؟ نسيت. لا لا خلي انا هوش. يلا تعال. حلو. انت بتهج؟ حلو. اوكي. يقول اول سلاح يعطى لك في بدايه اللعبه بكاكس قنبله. لا اتوقع فاس صح؟ فاس اي اكيد. اكيد. دقي فاس سلاح؟ يعتبر سلاح ولا؟ اوه. يا ساتر يا رب. يا ربي. اصبر لا تلحقني اصبر. انا لحقتك ومت. انا ابشر طال عمرك. انا خوفي يروح سبيد هذا واحس انه لازم اني استخدم. طيب السكه طويله الله يعطيك العافيه. هذه اللي تومت فيها الحمد لله. شكفى والله بتموت. اوكي والله على بالي انه بيطيحني بعد. يا رب يا كريم. اوه دام يلا بنتظرك يا محمد وبقدر ارقص. وش العرض هذا؟ شوف القبعة اللي تحت حط فيها قروش. ها الله مطفر بيت الطيارة مطفر. كم عدد سكنات افتراضية موجودة في اللعبة؟ بدون ما تشوف وراء بدون ما تشوف. اوكي نحسبها. جوردن، ستيف، اوزيه، صيني، الحولة، انجولا، واحدة كمان او الشقرة. هذا ثمانية. سبعة ولا ثمانية؟ انت قلت سبعة ترى. ثمانية حسبت بيدي ثمانية. اوكي 10 6 8 اصلا ما في 7 يعني فثمانية صح؟ يب 8. يلا روح انت. يا الله يا ربي. انا بترقب. ها؟ سم يا اخي قايل لك ذكاء. يا الذكاء اللي الله يحرمنا منه. يا اخي قايل لك ذكاء والله ما اخش. ايه ترفخه خيرك يا ساتر.
يا ساتر. صدق ما ادري ليش قاعد تطب تحت عادي في الوضع تحت ما يعني ما ادري انا قاعد امشي تحت المشكله ما تحب البراد يا ولد دقيقه هذه يبيلها دراسه انت لا تدرس لا تدرس امشي انا مشيت مت هذا كيف ودراسه ونزل شو الفائده هذا كنا قاعد يغلط علي السلام عليكم هلا سهلا كذا تنط على هذه تنط على هذه الو الو تراك لقلق قاعد تمشي في الجدار والله هذه لازم كاتب لك اليمين درب الغامين يا اخي يا اخي لحظه 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 معنا اليمين شف شف هذا ليش هذا اخرتني ترى اليمين درب الغانمين يعني انت تسوي كذا اي اوكي ابشر يعني انت تسوي كذا ابلع اقول لك اليمين درب الغانمين يا الله شوف شوف يقول لك يمين درب الغانمين تلف خلصت 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 ابشرك خلصت الله يكرمك انت لا لا يلمس كيف اختار بتموت يا الله اخيرا يا ساتر يا الليفل ما هي مشكله ما هي الشركه مطوره لعبه فورتنايت ايبك جيم ايبك جيم ايبك جيم لا دقيقه هذه ها اي لا هذه احذفها هذه ايبك جيمز لا ابس ابس جيمز هذه احذفها شوف اسمها ايبك جيم ولا ايبك جيمز ابيك جيمز هو راح من نفسه انا ما سويت شيء انا اتوقع ابيك جيم توقعك زي وجهك يا ساتر ايش صار والله ما ادري دخلني عند افخاخ وهبه لا لا عند الجواب غلط على تكلافيه الجواب الصح عندي والله نفس الاشياء اللي عندك طلعت عندي قبل شوي تدري دخلت عندك مره ثانيه والله شوف يعني سيزن 1 سيزن 1 سيزن 1 اقول لك ما هو سيزن الذي لم يكن فيه باتل باس سيزن 1 اوكي ما هو السيزن ما هو الموسم الذي لم يكن فيه باتل باس سيزن 1 سيزن انا اقول هو قاعد ينشر على هنا على هنا والله شوف كلها فيها اتوقع نفس التحدي اللي هي الافاق ما افاق لا بس اتوقع عرفت الحل يا خاين ايدك يوم لاحظت الخريطه ايش ما تسون فيها اوه في طريق يمين كيف سلام عليكم معكم ذكاء طيب تعال تكمل الافخاخ اللي بعدي انا اشوف ان انت يعني لا كمل 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 ها ترى نفس الفكره وداري اصلا ان فيه ابغاك تطيح فيه الحين ابغاك تطيح فيه فرض الحين انك تموت فوزتك انا بهذه الحركه يا اخي بالله والله العظيم اني داري ان الفخ الرابع فيه يا اخي ابغاك تطيح مستوى مستوى ها 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 الله لا قدرت بالي انا اعلمك ايش تحدي ماذا حصل من كعب في نهايه الموسم الخامس لا شيء اختفى دا ما في بحيره روت ليك ايزي يا رجال شوف هو الطريق الوحيد اصلا اللي فيه مسار لو تلاحظ اي والله هو لازم راعي الماب ايش اسمها هي يخفي او يقول المفروض يقول لك هايد ماب ايش رايك نخفي الماب عشان ما نخرب انفسنا بسم الله اوه يا كثرها كثره يا رب يا رحمن ويا كريم انا مو قاعد اشوف شيء ابغى اشوف طيب والله يا والله الليفل عباره عن تسك في الجدار تسك في السقف هذا المعنى حرفيا دق راسك في الجدار عرفت طق راسك في السقف مو في الجدار اوكي انا وصلت ايزي يعني باقينا الحين ثلاث اسئله بس اوه اي من هذه المناطق لم تعد موجوده مع بدايه الموسم الثامن اتوقع الموسم الثامن ايوه شوف على حسب خبرتي على حسب خبرتي الدقيقه بتخيل لا ما له دخل اتوقع تلتد رحت تلتد اتوقع تلتد والله في سياره اجي معك يعني والله شوف الفره يلا يلا روح 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 وش ذا سام طال عمرك ايش ذا هي دستي قلت بروح معك خلني اروح انا اول يلا يلا تفضل يلا اركب اضغط اس 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 اضغط ما اسوي شيء بالسياره ايه لا بيض الله وجهك ايه واضح الخبره صفر الذاكره عندنا في زهايمر ورينجود صدق هذول كلهم مختفيين من السيزون الخامس وانا فهاوه حلو شوف شوف هلا هلا تعزيز يلت روح ها هاي صديق اي والله صح بس 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 صديق خلاص ايزي يا رجال ايزي نط نط والله الليفلات اللي زي كذا اللي ما يحشر فيها يب تكون متعه بس في بيبان انحني كراوتش كراوتش كراوتش
الله يعطيك العافية. تدري هوشت كل ساعدتني هوشت لي انا علقت. كم عدد اللامات الموجودة في المباراة الواحدة او في الجيم الواحد؟ شوف بعض الحين يكون ثلاثة بعض الحين يكون خمسة. انا شاك صراحة في الموضوع هذا. رح ثلاثة امر خمسة. اوكي شكلي ميت انا. ساسي محله ها وش او ثلاثة. اوكي حليك يب يب يب. اوكي عندي هذا. لا تستعجل. دونت هاري. اوكي هاري اب هاري اب. يقول لا تستعجل. اوكي اها اوكي عرفت عرفت هذه سم سم طال عمرك عرفت. وين البولز؟ وين رسمه في بولز؟ وين رسمه فيه؟ طيب ما طلع لي ولا شيء. اوه الحين طلعت لي هنا. رميتها عند الفخاخ ومت بعد للاسف. بس شفت ترى ممكن ممكن عرفت ممكن عرفت. اوه جبتها جبتها جبتها. والله انها ايزي. اوه ليفل 10. مره طيرك اصلا يمديك. مستوى 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 يا رعي الماء. توني شاري ملايات وشب كود في اس ال بس اقول بليت امم بالكود. كيف كانت نهايه الشابتر الاول؟ تم تدوير من قبل واحد فجاه خريطه بصاروخ لم يهدى شيء. لا صاروخ تاكد. يب صاروخ. الا طيب روح صاروخ. قبلها بسيزن كان موجود الوحش تذكر لما سيزن الاول. يب تاكد. يس هذه فول جنب يبيلها صح؟ 2000 years later. حرفيا يا ربي عفوك ورواك انا قاعد تهج معي ترى. الحمد لله انا ما زعلت. الحقيقة الحقيقة شوف كيف ما يعطيك نطة كاملة لو تموت. وكذا الباب الاول بعدين الباب الثاني بعدين بعدها يعني فخين او ثلاث فخوم. لو عديت الاول بالصدفة انت بعدي الثاني بالصدفة لو تموت. صادق ما مشكلة. عشان بننهي المقطع اليوم. شكرا لكم على استماعكم واسف اني وصلت لاخر ماب بس ما في سكيب يعني لو اوريكم هنا ما في سكيب. وهذا ليفل مره صعب مستحيل. جربنا كل شيء جربنا هذه جربنا هذه جربنا هذه كلها نفس الليفلات. فلو تشوفون هنا نفس الحركه انا قاعد ماينر. يعطيكم العافيه على المشاهده واعتذر اني ما نهيت الماب لكن جدا جدا الليفل الاخير صعب ومستحيل يعني بالنسبه لي وبالنسبه لمحمد بعد. فبس شكرا خير.